إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي المدللة مستمرة في إثارة الجدل في المجتمع الأمريكي، فسلطاتها تزيد وصلاحياتها أيضاً، حتى أصبحت من أكثر المستشارين الذين يثق بهم والدها، ربما لأن إيفانكا بجانبه طوال الوقت وفي كل حملاته الانتخابية، وكان لها طبعاً الفضل في تحسين صورته أمام العامة. إلا أن إيفانكا في الأيام الماضية تسببت في موجة غضب كبيرة بسبب تغريدة واحدة نشرتها إيفانكا بعد لقائها مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس. لو دققتم في الصورة جيداً ستجدون وثيقة على الطاولة. هذه الوثيقة هي استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. إيفانكا علقت على الصورة بأنها ناقشت مع رئيس البنك الدولي مبادرة تمويل المشاريع النسائية، لكن الوثيقة الموجودة على الطاولة تقول غير ذلك، وهذا ما انتبه إليه الأمريكيون وتساءلوا لماذا يا ترى تناقش إيفانكا أموراً تخص الأمن القومي الأمريكي مع رئيس البنك الدولي؟ هنا انقسم الأمريكيون إلى فريقين. الفريق الأول رأى أن إيفانكا تستطيع أن تصل لمعلومات في غاية السرية، لكنها تتعامل معها بشكل غير لائق. أما الفريق الثاني فرأى أن وثيقة الأمن القومي ليست سرية للغاية، فهي تتجدد مع كل رئيس يتولى إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تقليد تاريخي يعكس الشفافية حول مدى تطابق ما أعلنه الرئيس في حملته الانتخابية من وعود وما تم تنفيذه. إذن إيفانكا حتى هذه اللحظة بالنسبة للأمريكيين لم ترتكب جرماً، لكن بتصرف غريب إيفانكا أدانت نفسها وأكدت أنها كانت فعلاً مخطئة عندما قامت بنفسها بحذف التغريدة من صفحتها تماماً. لكن إيفانكا لم تستغني عن صورتها مع رئيس البنك الدولي، ونشرت تغريدة أخرى لا تشمل الوثيقة المثيرة للجدل، غير أن هذا التغيير لم يخفف أبداً من الهجوم عليها، خاصة أنها تجاهلت كل التعليقات على تغريدتها الأولى ولم ترد على أي منها، واكتفت فقط بتهنئة والدتها بيوم الأم ونشرت مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص.